وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الموت هو الحقيقة الوحيدة في هذا الكون، ولكن هل كل منا مستعد لهذه اللحظة؟ الموت هو الحقيقة الوحيدة في هذا الكون، ولكن هل نحن مستعدون؟ السيرة الطيبة والعمل الطيب هو الذي يجنيه المرء في هذه الدنيا، ولكن هل لدينا الاستعدادات الكافية، خاصة وأن الموت يدركنا في أي لحظة، وأيضا لا نعلم المكان الذي يمكن أن يدركنا فيه؟ النهاردة بنلتقي مع الأستاذ هاني آدم، المهندس أساسا وخبير العقارات المعروف، والذي سوف يحدثنا ليس عن العقارات، سوف يحدثنا عن تجارة أخرى، عن أصول قد لا تكون في الدنيا. In our school, we don't educate young people just to become any person, but we make sure we help them shape their personalities to become the best they can be as tomorrow's leaders. أستاذ هاني آدم، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم، أهلا بيك. أستاذ هاني، إحنا فين النهاردة؟ حضرتك إحنا في ماونت بليزنت سيمتري، هي لوكيتد في بتوين برامتون ومسيساجا. واحدة ماونت بليزنت هي نون بروفيت أورجانيزيشن مسؤولة عن يعني إن هم بيستقطبوا أو بي 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 بياخدوا أراضي، وزي ما حضرتك شايف بتتقسم يعني لمقابر ممكن الناس تشتريها عشان فيما بعد الموت، وزي ما حضرتك اتفضلت الموت ممكن يدعم حد في اي لحظه يعني. استاذ هاني، طيب احنا هنا لسبب معين. تمام. حضرتك كنت كتبت شيء ويمكن كتير من الناس لاحظوا، وابتدينا نسال كان ايه الدافع وايه هي المبادره. خلينا نبدا بريفلي بايه هي المبادره. بص حركة المبادرة، احنا أسسنا نون بروفيت أورجانيزيشن سميناها يعني هيئة الإغاثة العربية الكندية. يعني هو كانت تقريبا مبادرة شخصية مني بإعاز من كان أحد الإخوة الأفاضل المصريين، كان توفى العام الماضي، مش في رمضان اللي فات ده ولكن رمضان اللي قبله. للأسف ما كانش عنده عيلة ولا أسرة ولا حد، وكانت الناس عمالة بتجري يمين وشمال وكل واحد نفسه يساعد. وللأسف بقينا كنا حاسين ان احنا عاملين زي اللي بنجري كلنا في ماتش كورة، وكله بيتكعبل في كله، محدش لا فيه سيستم موجود ولا فيه نظام موجود. فبصراحة قررنا ان احنا ان شاء الله نقوم بعمل هو هدف نبيل، هو عمل خيري مش مقصود بيه ربحي على الإطلاق، الا وهو ان احنا بنشتري مقابر في اماكن معينة، واللي بنساعد بيها الأسر اللي هي الغير قادرة على يعني تولي مصاريف الجنازة أو تولي شراء مدفن، أو الناس اللي هي بيحصل عندها حالة وفاة سريعة ومش قادرين يرتبوا. فإحنا عندنا النظام جاهز، السيستم موجود، آليات التنفيذ موجودة، بحيث إن إحنا يعني زي ما بيقولوا نكرم الشخص اللي مات في ظرف قصير جدا يعني. Live through love, not fear, and you'll be okay. شكرا هوا تورونتو. شكرا هوا تورونتو. انتظرونا على هوا تورونتو. انتظرونا على هوا تورونتو. في الصيف، في الشتاء، في الخريف، في الربيع، سواء في المية، في السماء أو على الأرض، هنكون معاكم على هوا تورونتو. أستاذ هاني، رغم إن أنت ابتديت تتكلم عن المبادرة، ولكن أنت أغفلت أهم جزء. اللي هو حضرتك، اللي هو مين اللي عمل المبادرة، وانت كان دورك فيها ايه، وانت بدأتها ازاي؟ طبعا كل شيء بيكون جميل وفعل الخير كويس، بس لابد ان احنا نعرف الناس
ايه الموضوع؟ هي المبادرة كانت يعني تقريبا تقدر تقول حرك عليها ان هي 100% مبادرة شخصية. كان دافع فيها اللي زي ما حكيت لك موضوع الولد الشاب اللي توفى. فانا طبعا بصيت ودورت لقيت ان للاسف برغم ان وجود منظمات كتيرة جدا سواء منظمات إسلامية أو منظمات مسيحية، ولكن ما فيش آلية معروفة لأي حد يكون يقدر يساهم في هذا الموضوع. فعلشان كده أنا قررت أن أنا أنشئ منظمة غير هادفة الربح، إحنا سميناها هيئة الإغاثة العربية الكندية. كويس، هيئة الإغاثة العربية الكندية دي هيبقى دورها أنها تساعد الحالات اللي بتظهر فجأة. يعني لينا مثلا في أخ زميل لينا حماته توفت، جاء من مصر على مصر الطيران، توفت في الطيارة. لولا وجود الآليات اللي عندنا ما كناش هنقدر نساعد الناس دي. واخد بال حضرتك؟ بالإضافة طبعا إن لما بيبقى فيه زي ما حضرتك تفضلت الموت بيجي فجأة، فالناس حتى بيبقى حتى لو هم قادرين ماديا ما بيبقوش قادرين معنويا، أو مش قادرين يعرفوا نبدأ منين، فين البداية فين الخط. عملنا الحمد لله سيستم، عملنا آليات، عملنا ستيب باي ستيب ازاي نتصل بالمساجد او ازاي نتصل بالكنائس علشان نقدر نقوم بالطقوس الدينية الخاصة بهذا الموضوع. بعد كده هو تعرفنا ربنا اكرمنا الحمد لله واشترينا عدد معين كنواة للمشروع من المدافن. بدأنا هنا هو على اساس نقدر نخدم على اكبر عدد من الايست والويست. هدفنا ان شاء الله ان ربنا يكرمنا باذن الله ان احنا هنتوسع في الموضوع ده هو، بحيث ان احنا هنغطي كبداية نغطي اونتاريو كلها، وباذن الله يعني لو في من العمر بقية نقدر نغطي كندا كلها بالنسبة للعرب والمصريين المتواجدين هنا. كندا بتتميز باربع فصول كاملة، واحنا هنكون معاكم على مدار الفصول الاربعة، ودايما في الهوى العليل، ودايما على هوى تورونتو. من كندا على هوى تورونتو هنكون معاكم كل أسبوع، هنناقش كل الحاجات اللي تخصكم، أحلامكم، طموحاتكم، مشاكلكم، كل ما يخص الجالية العربية هنناقشه على هوا تورونتو. هاني، ليه الموت في كندا مختلف عن الدول العربية؟ الدول العربية حضرتك يعني هم متعودين على الموضوع ده. يعني لو حضرتك تتذكر مثلا في مصر احنا بندفن في مقابر الأسرة، ومقابر الأسرة دي موجودة من قديم الأزل، وبيبقى فيه دايما واحد بنقول عليه اللي هو الديديكيتد بيرسون، هو الوحيد اللي عارف المقبرة فين، هو اللي عارف يتصل بمين ويفتحها. مجرد تليفون صغير الراجل ده بيجي وبيروح يفتح مقبرة وبيجهزها، وبيبقى في استقبال الجثمان، تصريح الدفن، شهادة الوفاة، الحاجات دي كلها، الآليات دي معروفة. مشكلة هنا ان الموضوع اكبر واعمق من كده بكتير. يعني كلنا زي ما حضرتك اتفضلت ممكن حد بيموت فجأة، لكن يعني هيموت فين؟ طب هيندفن فين؟ فهنا بيبقى الموضوع عارف حضرتك اللي هو بتبدأه من السكراتش، من البداية خالص. يعني الراجل ده اول حاجة طب هندفنه فين؟ يعني كان من حوالي اسبوعين كان جات لنا حالة واحد توفى في لندن، فتواصلنا مع اهل المتوفي وكده، قلنا له والله احنا في الوقت الحالي عندنا مقابر متوفره في الحته الفلانيه. قال لا والله احنا محتاجين ندفنه في لندن. تمام، والحمد لله ربنا قدرنا ودفننا في لندن، مش مشكله. لكن يعني وجود الاليه ده بيساعدنا كتير على ان يبقى يعني موجود سيستم او موجود اليه معينه نقدر نتبعها في الحالات دي، بحيث ان احنا بنخفف كتير العبء عن اهل المتوفي، بنقدر نساعدهم بحاجه هم مش هيقدروا يعملوا حتى لو معهم فلوس الدنيا زي ما بيقولوا. يعني احيانا كتير جدا واحد بيتوفى يوم جمعه او يوم سبت، مفيش بنوك مفتوحه، محتاجين كاش هنا محتاجين كاش هنا. فالحمد لله يعني وجود حاجه زي الكيان الصغير اللي احنا بدأناه ده هيقدر يساعد ويساهم في حل مشاكل زي دي. يعني هني تكلفه الموت في كندا عاليه جدا. ازاي؟ الحد الادنى بتكلف من 6500 وانت طالع، على حسب المكان، بتفرق كتير جدا المكان، لان التكلفه بصرف النظر احنا مش هندخل في تكاليف اللي هي استخراج الاوراق، لان دي تعتبر حاجات بسيطه جدا. يعني فالمدفن في حد ذاته المدفن ممكن يبدا من 3500 وانت طالع، مجرد حته لط صغير عشان الشخص بيدفن فيه.
الحاجة التانية، في عند حضرتك تكلفة فتح المقبرة وقفل المقبرة، دي بتخش لها في حدود $2,000 لوحديها. تكلفة الغسل والتغسيل سواء كفن أو سواء صندوق أو الحاجات دي كلها، نقل الجثمان، الفراج عنه من المستشفى، دي كمان بتخش لها في حدود يعني مينيمم، احنا بنتكلم مينيمم حوالي $2,000 كمان. ولازم يبقى الحاجات دي كلها ورا بعضها واحده 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 واحده، بحيث ان مفيش حاجه تتاخر. يعني معروف عندنا احنا كعرب او ك يعني عرب او المسلمين سواء كنا او مسيحيين، ان هو اكرام الميت دفنه، فما عندناش استعداد ولا حتى عندنا القابليه ان احنا يعني نتشبه بالاجانب في حته ان هم بيخلوه اسبوع ويعملوا له فيزيتيشن او ما، مش موجوده عندنا، مش موجوده في طقوسنا يعني ولا في 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 تاريخنا يعني. فاحنا بنقول اكرام الميت دفن، والحمد لله احنا يعني هدفنا ان احنا نحقق يعني ريت كويس، ان في خلال ماكسيمم 48 ساعه تكون كل الاجراءات انتهت. استاذ هاني، لو حبينا نقول ان هنا الموت بيكون تكاليفه سهل على اي حد؟ احيانا كتير لا، احيانا كتير جدا لا. يعني انا بشوف حالات، ما هو يعني زي ما بقول لحضرتك، يعني انت بتبقى محتاج مبلغ كبير وفي وقت قياسي في خلال يومين. يعني كندا ما معروفه ما حدش بيحوش، يعني كل زي ما بيقولوا احنا عايشين بيت كلنا بيتشيك تو بيتشيك، اللي بياخد $14 ولا $15 في الساعه ولا اللي بياخد $200 في الساعه، كله عايش بيتشيك تو بيتشيك. فما بيبقاش حد عنده المبلغ اللي هو السيفد للحظه معينه زي ديت. كمان مشكلة ان توافر المكان، يعني ما انا ممكن اقول والله طيب انا انزل اشتري لي قطعة ارض في الحتة الفلانية، انا عارف انا هموت هنا ولا هموت في حتة تانية. ففكرنا في الحاجات دي، لان كان حصل برضو تجارب مريرة مع بعض الهيئات، ان كنا اشترينا منها حاجات للاستخدام الشخصي، وبعدين لما جينا احتاجناها عشان نستخدمها فوجئنا ان يقولك لا ده الارض عليها نزاع وعليها مشاكل وكده. فلما بدأنا المشروع ده بدأنا فعلا نتحرى مين اللي احنا نروح له علشان نشتري منه الأماكن، والحمد لله ربنا قدرنا وقدرنا نجيب يعني نجوشيت جود ديل مع الناس ديت، بحيث ان احنا عندنا ريزيرف عدد معين من المقابر موجود في ثانية يتفتح وثانية يستقبل الحالة، بالإضافة ان احنا عندنا أكسس ان احنا نقدر ناخد في أي مكان احنا عاوزينه على مستوى أونتاريو. فده برضو بيدينا يعني نوع من أنواع ال يعني الايدج، او ان احنا نقدر نساعد الناس اسرع واسرع. يعني سؤال يمكن بيتبادر في ذهن كل المشاهدين دلوقتي، هل هنا في تراب مسلمين وتراب غير مسلمين؟ بالظبط بالظبط حضرتك. واحنا لما جينا كان من واحده من الاهداف ان احنا اسسنا بيها الجمعيه بتاعتنا، ان الجمعيه مفتوحه وخدماتها مفتوحه للمسلمين وغير المسلمين، يعني سواء احنا المسلمين او اخواننا المسيحيين، بدون نظر للجنسية او الديانة او الرئيس، تمام. ولكن زي ما يعني زي ما تعرف عليه في كندا، ان بيبقى فيه سيكشن معين للاخوان المسلمين، اللي هو بيبقى وضعية المدفن نفسه زي الطقوس الاسلامية، ان هو يبقى متوجه على القبلة. فاختيارنا للمكان لازم نتأكد ولازم يبقى يعني اتصمصت مع الجهة اللي احنا بنشتري منها، ان تكون المقابر دي صالحة للمسلمين. مقابر اخواننا المسيحيين موجودة برضو تحت امرهم لما بيحتاجوها، ليهم سيكشن لوحديهم، مش عشان احنا اخترنا كده، ولكن عشان ده التنظيم هنا. هما يعني واحدة زي ماونت بليزنت مثلا، هما عاملين سيكشن زي ما حضرتك شايف هنا، هو ده سيكشن 34 في الجزء اللي هو من اول هنا هوت لحد هنا هوت، ده عاملينه جزء للمسلمين، وراه في جزء للمسيحيين، وهنا وراه جزء للمسيحيين. فاحنا بناخد لكل ديانة او لكل ملة، بناخد لهم في المكان اللي هما مفروض يندفنوا فيه طبقا لتعليم الدين بتاعهم وطبقا لطقوس الديانة بتاعتهم. احنا الناس ده هي حقيقي فخورين بيها قوي قوي قوي، ومرة تاني لازم نسقف لهم جامد ونشجعهم عقبال ما نشوفهم في هوليوود. بصراحة أنا لازم أحكي تجربتي مع هوا تورونتو. أنا صراحة كتير يعني I was impressive بالطريقة اللي عملت، التحضير اللي صار، التيم اللي صراحة كان موجود. أنا كتير عم يعني برحب وبشجع الجميع أنه يتابع هوا تورونتو وحلقاتهم المفيدة، وعم بيطرحوا مواضيع كتير رائعة. كل التوفيق لهوا تورونتو والتيم تبعهم.
طب عشان نأكد الموضوع، يعني ممكن أي حد عنده حالة وفاة ومش قادر إن هو يتكفل بالموضوع لوحده سواء مسلم أو مسيحي ممكن بيتصل بيك؟ يا حضرتك يقدر يتصل بينا في أي وقت. إحنا كمان لينا مقر في سكوير وان، إحنا كمان لينا ويب سايت canadianrelief.org يقدر يتواصل معنا، عندنا 1-800 نمبر برضو يقدر يتواصل معنا. ودي حضرتك يعني لو مشكور بقول لحضرتك يعني تنزلها على الـ 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 الشاشة، يا ريت يبقى يعني حضرتك تتكرم علينا وتنزلها بحيث الناس تبقى عارفة تتواصل ازاي وتتواصل مع مين. زي ما قلت لحضرتك هدفنا ان الاجراءات تتم في يسر وسلامة، وبعدين في الاخر والله لو الشخص ده هل هو مقتدر يقدر يتحمل تكاليف الموضوع او يتحمل جزء منه او ما يتحملش خالص مش هتبقى مشكلة بالنسبة لنا يعني. ولكن هو مشروع هدفه زي ما قلت الحركة في البداية هو مشروع خيري من الألف للياء. المنظمة مش قايمة على تبرعات الناس، ولكن لو حد حابب يتبرع يعني زي ما بيقولوا صدقة جارية له أو عن نفسه أو عن عيلته أو كده يبقى ما فيش مشكلة. ولكن برضو نحب لو بعد إذنك أحب أضيف حاجة، إن كل دولار أي فرد بيفكر أنه يتبرع به هذا الدولار هيروح لصالح الهدف النبيل اللي احنا بنعمل بيه. كل مصاريف الجمعية بلا استثناء من موظفين، من تسيير أوراق، تسيير أعمال، محاسبات، كل ده بيطلع من حسابنا الشخصي، أنا المتولي هذا الموضوع فوريفر يعني. يعني أحب بس أهايلايت حاجة، اللي عايز يتبرع يتبرع، ولكن حضرتك بتقول إن أي مبلغ للتبرعات لا تخصم منه مصروفات إدارية أو خلافه زي بعض الهيئات غير الربحية. يا حضرتك عارف طبعا ان المنظمات الغير هادفة للربح بيبقى فيه نسبة كبيرة منها، يعني يونايتد واي مثلا تقريبا 15 سنت من كل دولار بيروح للمستحق، وجمعيات كتيرة يعني لا داعي لذكر أساميها، لكن كتير جدا لو حضرتك دخلت على الانترنت وشفت هتلاقي نسب لا تتعدى 30-40 سنت من الدولار بتروح للمستحق أو المستفيد. احنا الحمد لله هدفنا ان احنا الدولار بالكامل يروح للمستحق، اما كافة المصاريف دي كلها انا بتحملها من جيبي الشخصي، يعني زي ما بيقولوا مساهمة مني برضو في المشروع ده، يعني دي مساهمة دي. بالاضافة ان انا نواة المشروع كله تأسيسه بداية الشراء العدد من المدافن ده انا برضو يعني الحمد لله ربنا قدرني وقمت بيه، وهدفنا ربنا يكرمنا ان شاء الله ونتوسع، يعني نتوسع عشان يبقى المشروع ده يبقى، لان هو ما اعتقدش ان فيه مشروع سبقه في كندا. لكن طبعا في بعض الهيئات زي المساجد زي الكنائس عندهم حاجات شبيهة ولكن مختلفة شوية عندنا، يعني احنا مختلف عندنا شوية، احنا عندنا زي الحركة يعني اللي هو وان ستوب شوب بناخده وكده بس، ما بنحتاجش بقى نعمل زي يقول لك طب هو يستحق ما يستحقش، هذا وقت نشوف مين يستحق وما يستحقش نخلص وبعدين ما نتكلم مش مشكلة. الحساب عند صاحب الحساب، الحساب عند صاحب الحساب، الحساب عند ربنا والله. يعني في ناس يعني ناس كرمة، يعني بالنسبة لو تتذكر حضرتك الأخ اللي قلت حضرتك عليه توفى الحسيني الله يرحمه، ده كان انا جات لي مكالمات كتيره جدا، الناس قالت لي بص انا هتبرع بالموضوع بالكامل. قلت لهم يا اخوانا ما ينفعش، لان حتى لو طالما يعني هنتبرع يبقى كل واحد فينا جزء هيبقى على السواء بيتوزع على الكل يعني. ففي ناس الحمد لله كان ناس خيره جدا جدا في هذا الموضوع، ويا ريت نتمنى ان نلاقي حد يظهر معانا ويعني يمد ايده معانا زي ما بيقولوا يعني. In our school we don't educate young people just to become any person. But we make sure we help them shape their personalities to become the best they can be as tomorrow's leaders. هني آدم، ربنا يجعله في ميزان حسناتك، فعلا عمل عظيم ويستحق كل التكريم. ربنا يخليك يا ريس، ربنا يخليك يا خالد باشا، بجد يعني انا اللي بشكرك على الاستضافه الجميله وانك تعرفت المشاهدين من الجاليات العربيه كلها والجاليه المصريه بالمبادره ديت، ومتشكر جدا جدا، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيجعله في ميزان حسناتك انك تنشر حاجه جميله زي كده، يعني بجد متشكر. ربنا يديك الصحه. اصغر المشاهدين في كل مكان اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يجب أن نكون مستعدين ليس فقط بالمقابر أو بالإمكانيات، ولكن أيضا يجب أن نستعد بالعمل الصالح. تمنياتي للجميع بكل صحة وسعادة. خالد سلامة على هوا تورونتو.
بصراحة أنا لازم أحكي تجربتي مع هوا تورونتو. أنا صراحة كتير يعني I was impressed بالطريقة اللي اتعملت، التحضير اللي صار، التيم اللي صراحة كان موجود. هوا تورونتو برنامج جميل جدا وشرف كبير قوي إن أنا أبقى مع مذيعين عمالقة يفيدوا الناس بمعلومات جديدة وبناس كويسة. I really appreciate what the community has done. هوا تورونتو برنامج جميل جدا وشرف كبير قوي إن أنا أبقى مع مذيعين عمالقة بيحبوا الروح المصرية وبيجيبوها لنا هنا في تورونتو. So مرسي جدا لخالد وابتهال ومجدي، شرف إن أنا أبقى معاكم وفلوباتير تبقى سبونسرينج. Well done هوا تورونتو. Subscribe, like and share. اشتركوا في قناتنا وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم.